كل عام أنتم بألف خير أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمرين وياكم في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر الخير والعطاء، شهر الطاعة والإحسان. أنا وزملائي أثير العبيدي وأحمد الدوري. أعزائي المشاهدين، من خلال البرنامج إحنا حقيقة نوثق أمور يعني نتمنى أن تصل إلى من يهم الأمر، إلى السيد المحافظ، وهو الرجل يرعى هذه الأمور. يعني اليوم إحنا من ندخل يعني ننطي السلة الرمضانية، حقيقة أكو عوائل متعبة اليوم تريد من خلال الشاشة يعني وهذا الشهر الفضيل، لأن اليوم إحنا نتكلم أنه شهر رمضان يختلف عن باقي الأيام، شهر بيه رحمات، شهر تتنزل بيه الرحمات. فأتمنى إن شاء الله أن تكون هناك يعني موضوع استجابة لهاي العوائل، وإحنا أيضا دائما من خلال أرقامنا نتواصل بنفس الحالة. شهر رمضان شهر العطاء والخير، نتمنى إن شاء الله أن نساعد بعض عوائلنا، وأنتم تشوفون يعني دورهم ووضعيتهم، وخاصة في مناطق كثيرة من محافظة صلاح الدين ومدينة تكريت. إذن أعزائي المشاهدين ابقوا ويانا، وحلقة جديدة من برنامج أهلنا في رمضان. يعني أعزائي المشاهدين، نشوف احنا كثير من مناطق الباشو قديما يعني احنا صورناها بأكثر من برنامج انه متهالكة ووضعية يعني صعبة جدا. أتمنى إن شاء الله أن تكون حلول لهذا الموضوع. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان مبارك. رمضان مبارك علينا وعلى أمة محمد إن شاء الله. شنو وضعكم هنا بهذا البيت؟ قديم؟ والله أنا أمي يتامة. نعم. عندي أيتام اثنين، ولد وهاي اللي بنيته. نعم. ولا عندي راتب معين، ولا عندي راتب رجلي ضحايا ارهاب خذوا داعش ذبحهم. نعم. وانا عايشه اخبز يعني اخبز للعالم وعايش جهالي. نعم. وهذا البيت متهالك ما اي والله، ولا عندي مسكن ولا شيء، يعني واطلب من الناس الخيره، واذا محافظ يشوفني يطلع لي راتب الجهالي، راتب رجلي. يعني هاي اعزائي المشاهدين احنا من خلال يعني انا عيشتي هذا تنيغي هذا حتى يعني تخبزين للعالم. اي والله اخبز للعالم. يعني هذه الامور من خلال شاشه صلاح الدين وبرنامجنا، يعني اتمنى تكون مساعده واحنا نجيب لهم حصه حتى نشوف حالتهم الصعبه. وعندي ابنها مريض يعني ما يسمع، سمعه ما يسمع. نعم. من يعني انت عايشه على هذا موضوع الخبز. اي والله على الخبز، يعني هذا انا هذا وضعي. نعم. وانا يعني اطلب منك. شو اسمك حبيبي؟ فرح. فروحه بالمدرسه؟ ايه. تبي ياصف؟ ثالث. حكي سباعية. زين يعني وضعية عيشتكم فقط انت واردش على الخبز. على الخبز. ما عندي اي مسكن، يعني لا عيشتي غير الخبز. يعني واحمد الله واشكره، واذا انت بعد اهل الخير واهل تكريتي اذا يشوفوني. زين البيت يعني احنا دا نشوفه اكو يعني مفطر واكو دا ينزل عليكم ماي. يعني كله بالمطاق جهاله حطت شوطه جواهم. اي. والله كله واقع. وآجرها يعني مو بيت يعني إضافة لهذا أنه تطلون آجر. أي والله مية أدفع. مية أدفع كل شهر. أما هذه الوراش والهاي كلها متهالكة، هاي تخوف يعني. كلها ضغبية كلها واقعة يعني شوفوا. واقعة. أي والله. احنا شوف يا اختي العزيزه، ان شاء الله احنا وياكم وهاي سله رمضان تخدمكم. يعني اليوم بهذا الشهر الفضيل ما تشتروا. بارك الله بيك واشكرك ورحم الله والديك والله يوفقك ويعطيك عمر وعافيه ان شاء الله. احنا ان شاء الله لان تدرين بهذا الشهر الفضيل مع ارتفاع هذه الاسعار يعني لازم نشوف اللي عنده المسكين المحتاج. يعني انت حتى انا غير راتب الجهالي، انا يعني هذه صار لي 7 سنين زوجي يعني ايش عجب انتم يعني ما سويتوا؟ يعني بالقياده ملقيحه، يعني معقد نائل المعامله مال الجهالي، لا طلع لي راتب، لا راتب رعايه، لا عندي هو حاي ارهاب؟ اي والله ذبحوا داعش. اي وماكو ما سووا لي؟ ولي حد الان كل شيء. نعم. الله وكيلك، وانا عيشت على هالخبزات، اخبز والحمد لله والشكر.
بدل الله واشكره. ان شاء الله ان شاء الله كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك ان شاء الله. هذا شهر فاضين ان شاء الله، شهر خير، يشوفون كل عوائلنا اللي بتكريت وخارج تكريت. كل الهلا من غادي هوني ورحم الله والديك، وانت ما تقصر ان شاء الله. ما قصرت ان شاء الله، نشوفك ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين، يعني هاي مثل ما شفتوا عوائلنا تحتاج الى كل شيء، وهذه دورهم وهاي بيوتهم. ان شاء الله مستمرين وياكم انا وزملائي. نروح فاصل ونرجع مره شهر رمضان شهر مبارك علينا إن شاء الله. عاودنا مرة ثانية أعزائي المشاهدين وبرنامج أهلنا في رمضان، نروح نشوف عوائلنا الطيبة في هذا الشهر الفضيل وش يريدون من عندنا. خلنا نروح العائلة الثانية. أهلا حجي محمد، السلام عليكم. شلون العافية؟ إن شاء الله زين. شلون صحتك؟ الحمد لله. شلون وضعك؟ مريض أنت؟ إيه والله عندي ربو ومريض فريد نوف. كل عام أنت بخير، رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى كل الإسلام إن شاء الله. دا أشوف يعني هذا البيت يعني غرفة وصالة، شنو؟ والله بس غرفة وأنا وجهالي وكلها غرفة وصالة بس. إيه أنت سويت؟ إيه. زين أتذكر أنا قبل جايك هذا كانت كله مديوس، هذا دايس. إيه. البيت ما سويت. الحد الآن مفطر وما ما عندي. ما عندي يعني ماكو إمكانية إنه يسوي. ما عندي إمكانية. نعم. أشتغل ب5000 بالسوق. ما عندي كل امكانيه ومريضاني. زين ايش قد انت عائلتك يا محمد؟ 7 نفرات. 7 نعم. ايه. وما تقدر يعني مثلا؟ ما اقدر، بس على قد اكله لقمه الخبز وعيش. يعني اعزائي المشاهدين اليوم مثلا العائله اذا يعني رب الاسره مثلا ما عنده شغله يجيب بارد اليوم، وعنده اطفال وعنده مثلا مريض، يعني هذه صعبه جدا. احنا نتمنى ان شاء الله بهذا الشهر المبارك انه اليوم مثلا العائله ما تقعد تفطر اذا ما تشوف جيرانها او تشوف الاخ او تشوف ابن العم او تشوف، وهذه اتمنى ان شاء الله انه تكون صله الرحم متقاربه. فيعني هذه حقيقه احنا نشوف عوائل فعلا محتاجه. يعني محمد احنا اليوم حقيقه جبنا لك سله رمضانيه بهذا الشهر الفضيل، لكن انت ايش تتمنى يعني اليوم من خلال؟ اتمنى من الكل يساعدوني ويسووا لي بيتي، يكملوا لي اياه. نعم. ايه بس اتمنى من السيد المحافظ، الوزارات، كلهم يشوفون بيتي وهذا حالي. هذا حالي، هذا اللي اقدر عليه. هبابي معيش جهالي. يعني هسه انت بس غرفة ومطبخ. غرفة ومطبخ قاعد بي انا وجهالي وكلهم. ايه. وهذا انت سويته. ايه. هي هذا شقد تقريبا يعني ما بي 80 متر طول يعني او هو هذا الموجود. إيه بس قدرت تبني هذا يعني. اي هاي الغرفه اللي بنيتها وهذا. زين انت شنو اخذت؟ تاخذ علاج؟ تاخذ شيء؟ اي اخذ بخاخ مال ربو. ايه شقد صار له هذا عندك؟ إيه البخاخ صار له تقريبا عندي فوق السنه اخذ من عنده. اي مو بخاخ، كبسون، جهاز مال بخاخ كبسون. زين محمد قل لي هاي المنطقة يعني احنا نجيها من التسعينات من 2000 قبل داعش وبعد داعش، بس بقت نفس الحالة، ما صار بيها شيء، ما تعدلت للتطوير، ما صار شيء بيها، كلهم من نفس حالتنا فقرة وما عندهم حالهم ما حد تعبانة. نعم. اي والله ان شاء الله. شوف احكي لك شهر رمضان شهر خير ان شاء الله، ناس تتواصل في بياناتي ان شاء الله، واحنا ان شاء الله ما نعوفكم ما نترككم ان شاء الله. ان شاء الله شهر فضيل هذا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله علينا وعليكم. هلا هلا اهلا بك اعزائي المشاهدين من خلال شاشه صلاح الدين وبرنامجنا اهلنا في رمضان. ان شاء الله نتواصل والارقام موجوده مع كل عوائلنا الموجوده. يعني اليوم احنا في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الاجواء الرحمانيه اتمنى تكون ان شاء الله مد يد العون سريعا لهاي العوائل. يعني اليوم انا يتصلون بي من عده اماكن يقولون انت تندل العوائل اللي فعلا متعبه في تحتاج، فاحنا هاي امامكم اعزائي المشاهدين، احنا نخليها يعني حتى دائما اقول ان شاء الله يا ربي هذه مو رياء، هذه السله الرمضانيه من نوصلها نريد نشوف حال الناس
يعرضون امام من يهم الامر حالتهم، وان شاء الله مستمرين وياهم عبر شاشه صلاح الدين. اذا اعزائي المشاهدين حلقتنا اليوم انتهت، اتمنى نالت رضاكم. شكر موصول لزملائي احمد الدوري واثير ومصطفى، وشكر موصول لزميلي المخرج محمد الدوري. استودعكم الله والى اللقاء.